مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أعلنت المغنية الشابة عبير عابد مساء أمس الاثنين عن إصابة الفنان المغربي ذو الأصول اليهودية مارسيل بوطفولة بفيروس كورونا المستجد. ونشرت عابد صورة لها رفقة بوطفولة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلقت عليها بالقول: بقاف ديوركم ها واحد من معارفنا وحبابنا مريض في الإنعاش، وخاص حتى نمرضوا كاملين عاد نرتاحوا. يذكر أن مارسيل بوطفول من مواليد مدينة فاس عام 1945، وينتمي إلى عائلة فنية، فهو ابن جاكوب بوطفول وأخ الفنان خييم بوطفول. كما خاض تجربة سينمائية من خلال فيلم أوركسترا منتصف الليل لجيروم أوليفير كوهين، والذي يحكي قصتها. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.